أجلنا الامتحانات امتحان العربية وسنعيد امتحان العربية نهار الخميس، وبعد ذلك وبشكل مفاجئ 8 أو 7 ونص ما في باليش أنا 7 ونص ولا 8 غير 4 يخرج بلاغ ثاني من وزارة التربية فيه تقييم الحقيقة اللي قاله السيد الوزير على مع كامل احتراماتي لكل ما قاله لا يمكن أن نأخذه على مأخذ الجد. يعني الحديث الآن على موظفين وفي مركز الإيداع وثم زوز موظفين والقاو الشكارة مقطعة والحال أنه على صفحة هذه قبل 24 ساعة وقبل 36 ساعة يعلنون يخرجوا مواضيع البكالوريا ويعلنون أن لديهم مواضيع التاريخ والجغرافيا أن وصلت لديهم قبل 12 ساعة. يعني كان نحسب ونعمل الحساب اليوم قبل يمكن تقريبا 20 ساعة، يعني كان نعمل فارق التوقيت بين ما كتب وبين هذه الساعة ثم تقريبا 20 ساعة في فارق التوقيت، ف20 ساعة عندهم مواضيع التاريخ والجغرافيا. ماذا تفعل المواضيع في مراكز الإيداع وعلى ذمة من؟ هل هي على ذمة الموظفين أم هي على ذمة الأمن أم هي على ذمة الجيش أم هي على ذمة مسؤول الأول على مركز الإيداع؟ يعني الحقيقة ثم حديث كنت أتمنى أن ينأى سيد الوزير بنفسه عن هذا الحديث، ثم تحقيق لم نريده متسرعا ولا نريده متأخر. المسؤولية في تقديرنا تكمن وما زلنا متمسكين بهذا في أخطبوط الفساد والإفساد اللي ما زال موجود في وزارة التربية واللي حذرنا منه دائما واللي إلى حد الآن وزارة التربية والسلطة السياسية في البلاد ما زالت لم تتحرك بالجدية الكافية لفتح هذه الملفات. لأنه عمنا طرحت سؤال على السيد الوزير لماذا في سنة الفارطة، احنا في تقديرنا الإجابة بسيطة، عمنا في السنة الدراسية كانت سنة حس ثوري وكانت أيضا سنة وفاق وطني، يعني كل الناس توافقت على إطار مثلا حتى واحد كان ضد الحكومة اللي كانت موجودة والناس كلها كانت تعتبرها مرحلة انتقالية تفاعل معها الجميع في إطار الوفاق. وقلنا أنه راه في الشأن التربوي الوفاق أهم حاجة، راه شأن وطني يجب أن يتوافق عليه الجميع. الآن وبعد التجاذبات السياسية اللي قاعدة تصير منذ 23 أكتوبر إلى يوم الناس هذا، التجاذبات السياسية وطرحان الصراعات الهامشية وترك الملف من أهم الملفات الحارقة في البلاد وهو ملف التربية لم يوضع على طاولة الإصلاح، لم يوضع على طاولة بجدية، ترك المنظومة التربوية للمجهول، ترك الفرصة للأيادي التي أرادت أن تمتد في السنة الفارطة إلى الامتحانات ولم تستطع. أيوة. استطاعت هذه السنة أن تمتد إلى الامتحانات وعلينا أن تتحمل المسؤولية وزارة التربية والحكومة الحالية أن تتحمل وتقول شعبنا نحن نتحمل المسؤولية، نحن المؤتمنون على هذه الامتحانات، وحتى وإن أخطأنا في تقديراتنا سنتصرف بمسؤولية وسنحمل المسؤولية للأطراف المعنية بهذا وسنتخذ الإجراءات القوية والحازمة ضد كل من مس بمصير أبنائنا. ها هو الإجابة التي يمكن أن تطمئن أبنائنا واللي يمكن تطمئن الرأي العام واللي يمكن تخلي الرأي العام يتفاعل ويتجاوب مع دعوة سيد وزير التربية إلى الإطمئنان. وأما الحديث على أنه ثم موظف ولا زوج موظفين سيتحملون المسؤولية، أعتقد أنه المسألة أكبر من أن تكون لتحميلها المسؤولية لموظف أو اثنين. على كل الوزارة قررت فتح تحقيق وإجراء بحث إداري عاجل ومعمق بالتوازي مع البحث الأمني، هل ستكون النقابة طرفا في هذا التحقيق سي الأسعد؟ هو احنا نتمنى أن نكون طرفا في هذا التحقيق، وخاصة بعد الحديث هذا على حول وجود موظف أو اثنين هم اللي باش يتحملوا المسؤولية. واحنا نطالب بأن يكون هذا التحقيق سريع. إذا كم يكون موظف ولا اثنين شكون تتصور يكون سي الأسعد؟ احنا شوف طرف خارجي، احنا الحقيقة لا نريد أن نسبق الأبحاث التي نريدها شفافة نزيهة سريعة وتعلن للرأي العام، لكن لا نستطيع أن نقبل بأنه في الامتحانات يتم التلاعب بها بهذه البساطة. احنا قلنا من عام 75 صارت مرة في العمر صارت، صحيح في تاريخ البلاد صارت 2005 في تاريخ البلاد كله ديما نسمع الإشاعات حول تسريبات إلى غير ذلك، وإحنا دائما نعتقد أن العصابات كانت متنفذة، ولكن دائما حتى إذا كان لو فرضنا أنها كانت تخرج الامتحانات كانت تخرج للمتنفذين ولم تكن تخرج بهذه المهزلة، يعني تخرج على شبكات قبل 24 ساعة. اللي دفع في اتجاه إخراجها هو لا يبتغي تمكين تلمذتنا منها بل يبتغي أشياء أكبر من هكا، وهكا علاش نقول راه يجب أن يكون هناك جدية في طرح الموضوع. يعني حتى وأن يعني من الـ من الـ من الـ من الـ يعني اللي فاجئني في حديث السيد الوزير هو سرعة الحديث حول أنه الشبهة تحوم حول موظف أو اثنين.
يعني بهذه السرعة اختزلت المسألة في موظف أو اثنين وكان التحقيق سريع وانتهى إلى هذه النتائج. هذا لا غير مقبول. مثالش خذوا وقتكم سيد الوزير، أجلتم الامتحانات. موقفنا المبدئي احنا لسنا ضد أي إجراء يتخذ من أجل إنقاذ الامتحانات، لكن ضد عدم تشريكنا. بدينا معك الشراكة منذ البداية، نبهناك، اقترحنا عليك، تحاورنا مع بعضنا، بعثنا لك المراسلات. كان يفترض أخلاقيا أنه هذا الطرف الاجتماعي اللي هو نقابة التعليم الثانوي واللي يفيدها كثير من الأوراق اللي تنجم تعاون بها في علاقة بالأساتذة وفي علاقة بالمصحين وفي علاقة بالمربين، كان يفترض أن يتم استشارتها في تأخير الامتحانات وإطلاعها حول الأسباب الحقيقية اللي خلتهم ياخذوا هذا القرار. شو معناها؟ ثم بعض المراكز اللي تحوم شكوك حول إمكانية فتحها، يعني ما المانع لفتحها؟ يعني ما يقولوا للناس ظروف خاصة بامتحانات، لأنه ما نحبوش نقولوا شنو اللي صار نهار الجمعة في 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 بوخلدونة، ولا ما نحبوش نقولوا شنو اللي صار نهار الجمعة في رقيبة، ولا ما نحبوش نقولوا. وهذا يلزم يتقال للناس. في بوخلدون كانت معارك شرسة، بومبا غاز، تلام ذا عندهم بومبا غاز في المؤسسة، تم الاعتداء على 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 على, على مربي يراقب الامتحانات، سكاكن موجودة في المؤسسة التربوية، وثم يعني في الرقيب ثم رئيس مركز امتحان تم الاعتداء عليه بشكل همجي من طرف خمسة ملثمين، ثم زميلنا تم إحراق بيته وإلقاء زجاجات الحارقة. ومع ذلك نقابة التعليم الثانوي كانت تنبه ونقول فيه، وأنا لأول مرة نصرح به، دائما نتصل بزملائنا ونقابيين النقابة الأساسية ونقول لهم بجاه ربي لا 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 يا اخي امسحوها فينا. مثالش نقابه التعليم الثانوي وكملوا نعديوا الامتحانات. ثم ايضا خروقات عديده صارت في الامتحانات. اليوم جانا في 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 ماده في نفس الماده، ماده العربيه، هل يعقل انه نص الثالث، يعني الموضوع الثالث اللي ما جاش هنا، اللي ما جاش هنا موجود راهو برا، موجود في الكتاب المدرسي. يعني لهذا الحد يعني ثم استهتار بالمواضيع البكالوريا ويدرج نص موجود في الكتاب المدرسي كما هو، يعني كما هو بدون تغيير وبدون تبديل، حتى الأسئلة تقريبا كما هي بدون تغيير. هل هناك جدية فعلا؟ لا تحكي على لجنة الامتحانات. يعني 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 شوف، ناخذ بعض هذه المؤشرات نفهم أن المسألة أعمق من أن تكون مجرد عمل تخريبي من موظف أو اثنين. ثم أنه مادة التربية الإسلامية، مادة التربية الإسلامية النص المدرج في مادة التربية الإسلامية هو نص لبرهان غليون، وعلى احترامنا للقيمة الأدبية والفكرية لهذا الرجل، هذا الرجل ارتبط اسمه هذه السنة بمسألة خلافية داخل البلاد. سيدي خليني ما نتحدثش حتى على شيء، هي مسألة خلافية داخل مجتمعنا، طرحها داخل موضوع البكالوريا لا مبرر له. يعني فرغت المكتبة العربية والمكتبة المكتبة الإسلامية من النصوص التي يمكن إدراجها حتى ندرج نص خلافي بهذا الشكل في ميفيو، ومع ذلك نقابة التعليم الثانوي لم تتكلم. وقلنا لا، مثالش هذه مسائل هامشية تو نناقشوها من بعد وتو نتحدثوا فيها من بعد وتو نحكيوا فيها بعد في التقييم للامتحانات الوطنية. أما أن تصل الأمور إلى هذا الحد، نقابة التعليم الثانوي تقول لوزارة التربية أولا وللحكومة ثانيا، أنتم المسؤولون المباشرون على هذه الامتحانات وعلى مصير أبنائنا، فعليكم أن تتحمل المسؤولية وأن تتخذوا الإجراءات الحازمة والصارمة وأن تعطونا نتائج تحقيق واضح وشفاف وعميق وتعطونا الأسماء الناس المورطه وحقيقة ما صار في الامتحانات الوطنية. هذا مرتبه بالفعل. قبل ولا في الختام خليني أقول لك، تقول أنت تواجهت الحكومة للمسؤولين حول هذا الـ كل ما يدور اليوم حول امتحانات البكالوريا، إيش تقول للتلامذة والأسر التربوية؟ أنا أولا نتوجه للتلامذة برغم المرارة وبرغم الإحباط، ونعرف نفسية التلامذة يعديوا في الامتحانات، نحب نقول لهم حويجة، سيسجل التاريخ لكم أنكم ستجيبون كل الأيادي الوسخة التي أرادت أن تمتد إلى مستقبلكم إذا وقفتوا وقفة ناس مسؤولة، وقفة ناس متاع مستقبل ومستقبل البلاد، وتقولوا لن نسمح بالمساس بهذه الامتحانات، وتقبلون بصدر رحب كل هذه الإجراءات، وتقبلوا باش تنكبوا على الامتحانات وتثبتوا جدارتكم وتثبتوا أنكم أبناء تونس وأنكم الغيورين على مستقبلكم وأنكم مستقبل البلاد وأنكم أنتم الأمل في حماية البلاد هذه من الانزلاق إلى ما لا تحمد عقباه. ما توجه به أيضا إلى زملاء المدرسين، تحملت ما لا يتحمله الجبال من الاعتداءات ومن الإهانات ومن ظروف العمل السيئة، ونرجوكم بكل نضالية وبكل ما جمعتنا تاريخ كامل من النضال من أجل حماية المنظومة التربوية أن تتحملوا العبء الأكبر. هذه مسؤولية وطنية، كنت دائما سباقين في تحمل المسؤولية هذه، فأرجوكم أن تتحملوها. نداء أخير إلى المجتمع المدني وإلى كافة الأحزاب السياسية، راهو الموضوع موضوع التربية ليس للمزايدات، والوقت ليس وقت للمزايدات. الآن مطلوب من الجميع أن يمد يديه
للمساعدة في إنقاذ الامتحانات الوطنية وإنقاذ مصير أبنائنا وفرحة أبنائنا. ومازال مجال للحديث والحوار، تو يجي وقت نتحدث ونقيم ونناقش ونحمل المسؤولية. أما الآن شكرا لك. فلا حق لكم في استعمال ما حدث للتجاذبات السياسية، لأن مصير أبنائنا خارج الحسابات السياسية. شكرا لك سيد سعد اليعقوبي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي، بارك الله فيك على حضورك معنا وعلى قبولك الدعوة، وبالفعل نتمنى النجاح والتوفيق لكل التلامذة اللي قاعدين باش يجريوا امتحانات البكالوريا، وتحية شكر وتقدير إلى كل الأسرة التربوية اللي صاهرة على تأمين هذه الامتحانات، امتحانات بكالوريا 2012. أعزائي المشاهدين نتواصل معكم بعد هذا الفاصل.